أهلا بك فوز العتيبي، غاضبة من مجد المهندس لاختياره إرينا شيك في فيديو أغنيته الجديدة بدلا عنها، وبتقول أكثر شيء مستفز بالحياة ما تقدرون بلدكم والنعمة اللي عندكم. أنا المشهورة السعودية الوحيدة اللي عالمية وتتحدث عني باستمرار الصحف العالمية وأخباري تترجم بكل الدول. وأكدت فوز العتيبي بعد نشرها هذا الفيديو وتحدث بمشاهدتها، وتؤكد ارتفاع كليب مجد المهندس بعد حديثها عنه وعن إرينا شايك. شوفوا يا ناس، من اللي ما يشتركون معي ما يفوتون سنابها لي. وكان قد فاجأ المطرب ماجد المهندس الجمهور بأغنية جديدة طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ظهر النجم العراقي وقد تعاون في هذا العمل مع عارضة الأزياء الشهيرة إرينا شايك. أغنية ماجد المهندس الجديدة بعنوان وعرفتك، وهي باللهجة المصرية من كلمات تركي الشيخ وألحان وليد سعد، وظهر المهندس بملامح متغيرة تماما، حيث شبهه البعض بالفنان المصري محمد رجب، حيث رجح البعض استخدامه تقنية الفوتوشوب في صورة ظهر بها برفقة إرينا شايك من كواليس أغنيته الجديدة.